هذه العلبة اللي بيدي فيها مادة الهروين المخدرة. أنا حاليا موجود في الإدارة العامة للجمارك وتحديدا وحدة كلاب الأثر الجمركي. راح نحط هذه المخدرات في واحدة من هذه الحقائب، وبعد شوي راح يجيبوننا كلاب البوليسية أو الكلاب الأثر الجمركية، وراح تشوفون شلون راح تصيد مباشرة هذه المادة المخدرة. الجنطة اللي فيها الهروين صارت ما بين الجناط، وبنشوف الكلب شلون بيميزها. هو واحد من كلاب الأثر الجمركية اللي الحين راح يبحث. يلا لاحظ شلون مباشرة وقف عند الجنطة اللي فيها خلاص اكتشفها على طول، فبالتالي المدرب قاعد يعطيه مكافأة. هذه مواد متفجرة، الحين بنحطها هني وبنشوف واحدة من الكلاب شلون تصيدها. متعودين على الكلاب الضخمة الحجم، هذا كلاب يمكن تشوف حجمه صغير وبسيط، ولكن مدربين الله يجزاهم خير الجمارك على انه يدخل ما بين عامة الناس وما يسبب لهم ربكة. هذا الكلب متعود على المتفجرات. الان بنشيك عليه باذن الله، توكل على الله. هذه الجنطة الخضراء هي اللي فيها المتفجرات. يرجع لها، مفروض انه يثبت عندها هني. ثبت خلاص. تكون الدقة بأن الكلب مباشرة يروح للمادة المخدرة، وهذا التدريب تم هني بالكويت. المعهد هذا اللي أنا موجود فيه والإدارة هذه إدارة الأثر الجمركي متخصصة بتدريب هذه الكلاب على بعض المواد اللي هم يختارونها، سواء متفجرات، مخدرات، أو لو يبون رائحة ثانية مثل رائحة الجثث، رائحة الأموال. لو في يوم الأيام الكويت منعت مثلا مادة معينة، على سبيل المثال الفول مثلا، ممكن يبرمجون هذا الكلب على أنه يعطي تنبيه للموظف الجمارك أنه هني في مادة الفول. هذا على سبيل المثال. الكلاب هذه يتم استيرادها من خارج الكويت، كلاب خام من 7 فصائل مختارة. هذه الفصائل تتميز بأن رائحة شم عندها قوية، أنها مطيعة، وأنها يعني تتروض وتتدرب. الكلاب هذه لما توصل إلى هذا المعهد يتم تدريبها بشكل يومي، ويحتاج الكلب 4 أشهر لغاية ما يكون كلب جاهز للخروج للمهمات. الكلاب مو بس على الروائح أو اكتشاف المواد، اللي أصعب تدريب الكلاب على الطاعة التامة للمدرب. لاحظ شلون يتحكم فيه، يتحكم بجلوسه، بوقفته، متى يقول له وقف، متى يقول له تحرك. شوف تدريب دقيق وعلاقة قوية ما بين المدرب وما بين الكلاب. لاحظوا مهما كان حجمها يتم تدريبها على قفز الحواجز، ارتفاعات، نزول، عشان لما تروح مهمة سواء تركب شاحنة بتركب طراد تكون قادرة تماما على تخطي كل العوائق، حتى أن الطاعة تامة للمدرب. المهربين والمجرمين أذكياء، ورجال الجمارك أذكى وأذكى. المهربين ممكن يحطون مواد المخدرة أو المتفجرة ما بين مواد أخرى تشتت بالروائح، سواء كان عطورات أو حتى مواد ثانية. هني بمكان التدريب يحطون كل هذه المواد، سواء كانت مواد أكل أو مواد كيميائية، ما بين المادة المستهدفة، ويدربون الكلب على أنه يميز الهروين أو مهما كانت المادة ما بين كل هذه العناصر. هذه المادة المخدرة حالياً حطيناها في رقم 55 ما بين كل هذه المواد، وراح يعبر الحين الكلب المدرب. هي هذه هني، مرت عليه، رجع، ثبت، خلاص ثبت. الحين قاعد يشوف المدرب، طبعاً المدرب لازم يعطيه مكافأة. خلاص مبرمج على الريحة هذه، يصيدها من بين حوالي 50 مادة. يعني حتى لو المجرم أو المهرب حاول يحط مجموعة من المواد أو روائح قوية داخل الجنطة، راح يصيدها ما بين يعني عشرات المواد. بعض أحجام الكلاب صغيرة جدا عشان تدخل بين الرفوف. يلا شوف شلون. شوف رد وثبت عند المادة المستهدفة اللي هي الحشيش، وقعد يطالع المدرب. الحين المدرب لازم يكافئه. هذا ميدان خارجي لو تلاحظون مسوينه أشبه بالحقيقة، سيارات وهناك طراريد ولنجات وغيره. ما بين هذه السيارات اللي كلها روائح زيوت، روائح محركات وغيره، يحطون مواد إما تكون متفجرة أو مواد مخدرة وغيره، مواد مستهدفة. وبين هذه السيارات كلها الكلاب تصيد
المادة المستهدفة. السيارات هذه فيها مادة متفجرة، المفتش وكذلك الكلب ما شاف أبدا وين المادة. راح يشيكون على كل السيارات الثلاث وراح يطلع المادة المتفجرة. عسى ربي يقويهم يعطيهم العافية. الشمالي الله يجزاه خير قاعد يبحث عن مادة متفجرة داخل هذه السيارات. هي صراحة مو بهذه السيارة، يمكن هم ما عندهم علم السيارة اللي بعدها. اوه على طول راح لها. كفو والله كفو. ثبت. شوف شلون عطى اشاره ان صادها. خلينا نشوف الماده المفجره وينها. اوه ممتاز، عسى ربي يقويك يا الحبيب. قاعد يتم تجهيز واحده من السيارات اللي طالعه بعد شوي بمهمه لواحده من المواني، يركبون الكلاب ويجهزونها ويطلعون معاها الى مهمه، وهذا العمل يتم بشكل يومي على جميع منافذ الكويت، المطارات وحتى المواني البرية والبحرية. حاليا احنا موجودين في واحدة من العيادات وهني ما شاء الله موجودة عيادة متكاملة. لاحظوا هذا الكلب يعرج بسبب إصابة في واحدة من المهام. تبون أشعة للكلب ومبين معاه بعض المشاكل بسبب إصابة كانت أثناء واحدة من المهمات. هذه الأماكن الخاصة في حظائر الكلاب، لاحظوا كل كلب له مكان مخصص له، وكذلك في معلومات عن كل كلب، مثلا كم ياكل الكلب يوميا سواء صباحا ومساء، وفي معلومات كاملة عن الكلب هل هو تخصصه مخدرات او متفجرات ومتى ميلاده، يعني هذا مولود قبل 7 سنوات تقريبا، وتاريخ الاستبدال. الكلب هذا لازم يبدلونه او يتقاعد تاريخ 13/6/21. الكلاب تتقاعد تقريبا بعد 5 سنوات إلى 8 سنوات، ويتم ترحيلها الى مراكز ايواء او مراكز الرفق بالحيوان برا الكويت. كثيرة وتجهيزات كثيرة قاعد تقوم فيها الإدارة العامة بالجمارك وشركة جلوبل، وهي أحد الشركات المساندة أو تقدم خدمات مساندة للجمارك في شتى المجالات، من ضمنها معهد تدريب الكيناين هذا اللي موجودين فيه، واللي هو خاص في كلاب الأثر الجمركي. ضبطية قديمة تم ضبطها من قبل رجال الأثر، كمية من الحشيش والكبتاغون، وكذلك هذه ضبطية ثانية تم ضبطها في منفذ العبدلي بالكويت، منفذ الحدودي، كمية من الحشيش وال أموال في منفذ العبدلي موجود بالسيستم، عدد الكلاب، تدريبها، متى طلعت، حتى عندك ملفات خاصة في كل كلب، مثلا كل كلب لو تضغط على التفاصيل يعطيك اسمه وعمره ومن وين جاء وشنو فصيلته، حالته الطبية وكم مرة راح العيادة، حالته الرسمية والمقصود فيها المهمات، كل مهمة وين راحت وشنو اللي صاد. عندك هنا حالة تدريب، حتى التدريبات يبين لك من أول ما دخل من 2014 كل تدريب تم من الساعة كم للساعة كم، ومع كامل التفاصيل مسجلة هني بالسيستم.